مرحبا، كيف كان اليوم؟ الفيديو راح يكون عن اعمال يدويه او اشغل. وقبل ما بلش بالفيديو لازم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب فعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد. يلا نبلش بالفيديو. طبعا الفيديو راح يكون اعمال يدويه للمدرسه، رائعه جدا وكثير راح تعجبكم. ويلا نبلش باول فكره. طبعا الاغراض يلي راح تحتاجوها مقص، ريشه، جليتر وخيط صوف وقلم مثل فارو وبلو بلو. يلا نبلش. وطبعا اول شيء حتجيبوا صحن من هذا وراح اطلق طبعا في الجلو لان قلت راح اعمله. طبعا يعني انا يعني زينته ما كتير حلوه، قررنا رح ننزلهم ونرجع لكم. يعني هلا اختي عم تنزل وهلا رح نحط معهم الجليتر ونخلطهم. يلا وطبعا هلا اختي رح تعجبكم. هلا هيك حطيت الجليتر وحتخلطهم بالريشه. انا لازم اخلطهم كثير منيح. طبعا شوفوا هيك منظرهم كثير. بحط كل العلبه كمان مشان يعطي لمع اكثر واشعر. وطبعا يعني هلا جبت القلم وهلا رح ادهنه. طبعا كمان بهيدي المرحله لازم ننطر لينشف. ايه طبعا حنحط تحتنا ورقه. ايه طبعا انا جبت الورقه عشان طبعا شوفوا هيدي كثير يعني حلوه. يمكن عرفتوا شو بدنا نعمل ويمكن لا ما بعرف. انا يعني رح يكون قلم على شكل فرو كتير حلو ورح ندهنه كله وننطر لينشف ونرجع لكم. هيك دهنته ورح انطر لينشف. طبعا رح ننتقل للفكره الثانيه لان نطور لبن ما ينشف. ويلا وطبعا رح تحتاجوا لورق ملون. طبعا وقصيناهم قصه بدنا نقص غيرهم يعني. وهلا اختي عم تفتح الجلو ورح تستعمل الريشه. الاول حقص عقد. ايه طبعا شوفوا طبعا بالاول تكون بس اول شيء رح تعمل مو اخضر. طبعا هلا اختي حطت جلو ورح تدهنها من ورا. كان علي دمه ورح تلزقها يعني على الدفتر. طبعا هذا الدفتر جبناه جديد وحط رح نصوركم بس نعملكم فيديو ماذا يوجد في حقيبتي للمدرسة. طبعا يمكن هدول فوتهم لجوا. اي طبعا شوفوا كتبنا عليه تحديات وهيك اشياء يعني بس نكون مالين نستعملهم. لا رح تقصهم طبعا رح تقصهم ونرجع لكم. طبعا يعني هلا هيك صرنا عاملين هون ازرق وهون موف وهون اخضر. يعني هلا كمان اختي عم تصلي وياها رح نكمل ونقريكم النتيجة. طبعا شوفوا يعني هلا هيك خلصنا. طبعا هلا هسا لحتى من هون يعني رح نظبطه كله ونرجع لكم. طبعا هسا رح نزينه شي تاني ونرجع لكم. يعني رح نفرجيكم الزينة يلي هسا رح نكفيها. ويلا وطبعا الدفتر يعني هيك بعد ما عملناه هيك طلع. وهلا طبعا نفضل شوية لمية ايه هيك مشان شوي يكون لامع. رح ندهنه كله ونرجع لكم. طبعا يعني هيك طلع قصتا عم تدهنه. طبعا كمان عم تدهنه. مرحبا كيفكم؟ اعملوا لايك للفيديو. طبعا كانت اختي عم تقولكم اعملوا لايك للفيديو. طبعا دفتر هيك طلع شوي عم يلمع. رح نتركه شوي لينشف ويلا. طبعا هلا اختي رجعت تحط الجلو. ايه رح نعمل له قفل. لا ما حنزينه. ايه هلا رح تحط جلو. اول شي رح تحطها فرجيهم شو رح تعمل. رح نثبتها منيح ونرجع. طبعا قررنا نلزقها باللزق والجلو. وكمان هلا شوفوا شو رح نعمل. رح نحط هيدي الورقه عشان تثبت ورح افرجيكم شو. هلا هيك اختي رح تعملها يعني هيك رح تطلع مثل القفل للدفتر. رح نظبطها منيح ونرجع. طبعا غيرنا لقينا ما احنا عندنا طبعا لان هيدي ما عم تزبط. ويلا طلعت كثير حلوه. وهلا رح نرجع للقلم ويلا. وطبعا يعني هيك القلم نشف شوي هسه بده شوي بس رح يطول. صار له وقت كثير يعني قاعدين ناطرينه لينشف. وطبعا يعني شوفوا هيك رح نلزق من هون جليتر قصدي غيره ورح نحطه هيك. رح نثبت هيدي منيح ونرجع لكم.
طبعا يعني هيك خلقت وثبتت وحقصر شوي الخيط لأنه كتير كتير طويل. حقصوا ورجع لكم. طبعا يعني انا هلا عم حط طبعا انتوا بتجيبوا حي للطبقه منيحه كمثل طبعا هذا قلم يعني هيك مثل قلم نازل منه فار وهيك شيء كثير هذا حلو. طبعا انا رح غطيها يعني لهيدي مشان ما تبين منيح ملزقه منيح ونرجع طبعا يعني هيك طلع القلم كثير كثير حلو يعني هيك وهدول يعني هدول هيك بيجوا مثل ما انتم مثل كأن مع بعض كأن رح تجيكم فاجيكم ياهم منيح ونرجع طبعا يعني هيك طلعوا كثير كثير حلوين. طبعا اختي فكتها رجعنا زبطناها بالغيره وزبطناها صارت احسن يعني هي بدأنا بدها وقت لتنشف طبعا من هون كمان اختي نزلت لنا اياه. لا قصة ما نشف يعني. وهيك يعني طلعوا كتير كتير حلوين. طبعا يعني هيك طلعوا بعد ما زبطناها. هو الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. فعلوا جرس تنبيه حتى يوصلكم كل جديد. مع السلامة.